اكيد انا بتمنى او كلنا بنتمنى انه ده يحصل خلال الفتره اللي جايه، لان زي ما قلت وباكد انه دي مش مطالبات النادي الاهلي فقط، دي مش مراعاه لمصلحه النادي الاهلي وفقط، جميع الانديه وخاصه اللي بتشارك في بطولات مهمه زي اللي احنا فيها دلوقتي. اكيد، وحتى للسنه الجايه عندنا اربع فرق بتشارك في البطوله الافريقيه، وزي ما اتكلمت انا وانت يا سهام امبارح، ويمكن كل برامج النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي ولقاء الكابتن محمود الخطيب امبارح مع اللجنه الخماسيه، كل ده يعني احنا سمعنا اخبار، واعتقد انها اخبار حقيقيه، ان شاء الله هيتم تقديم القيد حيث بيتناسب مع المباراه النهائيه. عارفين طبعا بصراحه الكل مستفيد، يعني احنا ما بنتكلمش على النادي الاهلي بس، لكن لو القرار ده الاولاني تم وان القيد قبل حتى النهائي الافريقي، هيكون زي ما اتكلمت امبارح هي ضرر لجميع الانديه، وخاصه حتى على مستوى اللاعبين، زي ما اتكلمنا ان يمكن كابتن العطار كان بيقول ان احنا بندي فرصه للعيبه اللي ما يعني بتخرج من القائمه في الدوري الممتاز، بيكون ليها مكان في الدرجه الثانيه الممتاز بيه. اعتقد ما فيش عدد كبير من اللعيبه، او اعتقد ده مش طموحات اللعيبه حتى اللي بتخرج من قائمه الفرق في الدوري الممتاز، هي طموحها الممتاز بيه مع احترامي لهذه المسابقه. لكن القيد لازم يتم بشكل سريع جدا. عايزين نتكلم كمان على ان النادي الاهلي كان وجود كابتن محمود الخطيب، ومش النادي الاهلي بس، كمان اعتقد ده بمصلحه الانديه كلها. كابتن محمود الخطيب زي عارفين بيشتغل ليل نهار بصراحه، بيشتغل بشكل منظم جدا عشان بينجز كمان حاجات على المستوى الانشائي وعلى مستوى تطوير النادي. احنا اتكلمنا كمان امبارح كان في مجلس اداره قد ايه المشاريع والتطوير في النادي الاهلي سريع جدا ويتناسب مع قيمه النادي الاهلي في كل المجالات. النادي الاهلي بيشتغل في كل الملفات، النادي بقى أكيد في حتة تانية خالص، زي الجملة اللي بقولها دايما، النادي الأهلي في حتة تانية خالص.